رجال حد قوي تعالوا. اي ولا احمد وناسه واحنا قابلنا بعض. حياكم الله في مهرجان نفط الكويت. يا سلام اجواء وايد حلوه. الله ذكرت اجواء شنو كانت تقول؟ يا عجز لساني عن الكلام. اجواء وطنيه عائليه في مهرجان شركه نفط الكويت في الاحمدي. هذا يعني عندنا يوم مميز، احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير لدولتنا. اليوم من بعد جائحة كورونا وقفنا 3 سنوات عدنا على قولتهم، والحمد لله مشاركة مشاريع صغيرة ومشاريع الشبابية. سوينا الفستيفل، كل عادة نسوي مهرجان نجمع فيه أهل الكويت، ونبي نحتفل، نبي نستانس، ديرتنا حلوة وجميلة، لازم نشوفها في هذه الأعياد أجمل أوطان. شعارنا هالسنة أن الكويت أجمل الأوطان، وفعلا هي أجمل الأوطان. يا كويت الأمجاد كفيتي ووفيتي، يلي رقيتي على الغيم وتعليتي، يحق لي لا افتخرت وقلت على كويتي، مدام داري ديار العز والهيبة، دار تراها ذهب وانسامها كادي، ونيمي في حبها وبجوها الهادي، واللي يحاول يمس الدار ويعادي، ما له سوى الذل والتنكيل والخيبة. هلا هلا صح لسانك. صح الله بدنت. دائما الأحمدي غير أكيد، يعني لها الريادة من أيام يوم الأحمدي الرياضي والفعاليات القديمة. وأنتوا شركة نفط الكويت من إبداع لإبداع ما شاء الله. ما عليكم زود حبيبتي. خلينا نسولف على هذا المهرجان الحلو اللي جمع على عدد كبير من المشاريع المختلفة. شوفي احنا نحاول ان احنا نكون في يعني نقدم خدمة مجتمعية، ترفيه للموظفين وهم للمبدعين الكويتيين، نرعى المبادرات الشبابية في عدة مجالات، مجالات البيئة، مجال يعني اي مجال ابداعي، وهم المجالات الترفيهية. قول المهرجان ايش رايك فيه بشكل عام؟ والله يعطيهم العافية وما قصروا، ومكان جميل، المكان كله عاجبني. حياكم الله. الله يحييك مشكورة. وايد حلو والله ما شاء الله، وايد حلو، وايد متنوع، الناس كلها مستانسة. هو الإبداع شنو لما يكونون موظفين شركة نفط الكويت يكون عندهم مشاريعهم الخاصة؟ شلون جت لك الفكرة أن تسوي هالمشروع؟ قاعد أشوف بالإنستغرام وايد كذي، هو فن ياباني هذا. أوكي. إيه. وأنت أصلاً تحب النباتات؟ إيه. برافو نفط الكويت، الشركة متميزة، فعاليات متميزة، موظفين متميزين. احنا قسم الزراعة نحاول كثر ما نقدر ننشر التوعية حق إعادة التدوير. هذا الجهاز يعيد تدوير المعادن والبلاستيك. اوكي حطي شوي شوي داخل كذي بس على الربط. اوكي دوسي نيكست. سهلة وايد. تات هي تات. اوكي عندنا دونيشن تبرعات تبون تتبرعون فيه او كوبون. اول شيء عادي بوينتس، احنا ندوس كوبون، فالناس يدوسون كوبون عشان ياخذون نباتات من عندنا كجيفت. حلو. اوكي كوبون برنت كونفيرم. اوكي راح يعطينا هني كوبون نعطيه حق اخت لولو شاهين تعطينا نبته. وبعد التدوير الحين راح استلم شتلتي. يعطيك العافيه. كل هالشتلات راح تتوزع ان شاء الله؟ كل هالشتلات يا بيبي اختاري اللي تبينها، هذول للتوزيع. والله المشروع هو يعني عائلي، اهلي يسوون السويتات واحنا نسوي القهوه، وبدينا بالبيت ايام الحظر او العيد. وبعدها الحمد لله تطور الموضوع لين ما صار عاد ترايك، وان شاء الله بعدين محل. يوم اقبل عيدك يا كويت زادت افراحنا، قدم لك التهاني واياتنا، الحب واشواقنا يعلي السعد والفرح يا عم ببلادنا، بعز ابونا نواف الاحمد ابونا مشعل، عسى الله يحفظ لنا الكويت وشعبها. شنو الشيء اللي تشوف موجود باهل الكويت وبالكويت صعب نلاقي برا؟ اللي نشوفه يعني في الكويتيين فيهم عزم وفيهم طيبة ما فيها، يعني هذول أنا توني جاي من دول الخليج يقولون أنتوا فيكم طيبة، والطيبة هذه مخشوشة لازم نطلعها. طيبة لأهل الكويت. الله طيبين أهل الكويت؟ إيه وايد كلهم، كلنا طيبين، طيبة قلبهم صراحة. والله صدق الله يعافيك تسلمين. شعب متعاون ودائما على قلب واحد. الحس الفني الكويتي يطلع بطنه فنان. والذوق الرفيع الكرم، يعني اذا واحد عزمك لازم
غصبا عنك تاخذها، ولا اذا ما اخذتها يعني بتقوم على كوشه. اي فشله. اي نادي البورش مشاركين في هذا الكرنفال، كلمني عن مشاركتكم. اولا انا حاب اشكر شركه نفط الكويت على هذه الدعوه. احنا بورشا كلاب في الكويت، النادي الاوفيشال مال بورشا كلاب. احنا حبينا ني نشارك الناس هني ونراويهم ثقافه الريس، مو مكان الشارع، الريس مكان الحلبات. شو تقول حق الكويت؟ انا وايد حلوه وما راح افرقها يوم من الايام، بس راح العب فيها. عاشت لنا الكويت. اي والله. وعاشوا منو؟ عاشوا اهلها بعد. اهلها الله عليك. يا رب الكويت تصير اشياء، يعني اكبر شيء واشياء كذي حق الكويت زينه ان شاء الله. انا احب الكويت. ترى قاعد يقول انا احب الكويت. شنو لابسه دلال؟ انها ليس الكويت وكفى. شنو هو؟ انها ليس الكويت وكفى. احبك يا كويت. أحبكم يا أهل الكويت. وهنموت عليك. كل عام وانت بخير يا أهل الكويت. وطني حبيبي، وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني. شو أخبارك؟ خير. شو فيك؟ شو فيك؟ متحمسة. ليش متحمسة؟ عشان قابلتك. ها؟ عشان ايش قاعدة تسوين؟ قابلتك. عشان قابلتيني؟ منو أنا؟ بيبي. تعرفين من وين؟ من اليوتيوب. صدق. تحبين تقارير؟ تحبين تقاريرنا؟